تبعنا جميعا ندوى اللي دار سي السباعي وانا كنسميه واللي كانت كلها تحامل على اشخاص ما بالاساس اشخاص لا السيده العمده ولا المسؤوله وهذا فيه نوع من الشخصانه واللي كنت كنتمنى انه يكون الانتقاد بشكل ارقى هذه اولا ثانيا انا تبعت شويه الموضوع السيده العمده اجتمعت مرات عديده مع لوردر ديزارشيتكت مع السي السباعي قالت لهم جيبوا لي هذه الملفات اللي فيها خروقات طلباتها بشكل ما جابوا ولا ملف هذا شيء ثالث وهذا الغريب وانت كمتتبع كل شيء لارشيتكت كتجلس معاه تيقول لك عندي مشكل مع لاجونس اوربان ولم يقووا مرة واحدة أنهم يوجهوا لها الانتقاد مباشرة وعلانا بينما الانتقادات اليوم كتوجه بشكل للأسف الشديد ماشي في مستوى هيئة كهيئة المهندسين كنا كنتمناو يكون التعامل أرقى ثالثا راه تكلم هو على شنو هي نوع ديال الخروقات اللي كاين تكلم على لا سيسيون دو فواري اشني لا سيسيون دو فواري هي ملي كيتدار مشروع الطريق اللي غتكون ديزا منو تيخص السيد يتنازل عليها بشكل نوطاريال عن طريق موثق اللي كيديرها في سميت كيعطيها للمدينه يعني كيعطيها البيضاوه كيقول لك هو هذيك حنا اليوم اساس المشاكل هي هاد لا سيسيون دو فواري اللي كنشوفوا دعاوى كثيره ديال الاعتداء المادي تكلم ثانيا على مسألة مهمة قال لك واحد المشروع كيدوز في سيمانة وواحد المشروع أربع شهور إذا اللي سيمانة راه عنده جميع الشروط القانونية واللي أربع شهور راه ما وفر الشروط القانونية كون وفر الشروط القانونية يدوز في سيمانة المهم هو أنه هذا كي قلت فكرني في أيامات 5% والحملة اللي كانت مسعورة ديال كنا سندناهم ساندناهم كمنتخبين ساندنا هيئة المهندسين من اللي تكلموا على 5% وكانوا رفضوها لأن غادي تعرقل لهم التعاقدات مع البروموتور اليوم تكلموا المهندسين وفي البروموتور نورمالمون البروموتور هما اللي المتضررين أكثر مشتهمش هنا كيطرح سؤال لماذا هذه الحملة ولماذا بالضبط دابا ولماذا الشخصانة ثلاثة الحوايج نتمنى من السي السباعي يجاوبنا عليها نتمناها ما تكونش داخلة في حملة انتخابية ديال لوردر ناسيونال دي زارشيتكت هذه انتفاضة وهي جات أنا كيظهر لي راكم على علم بأنه المكتب الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين سبق داروا سلسلة اجتماعات كما ورد على لسان الرئيس ديال المكتب الجهوي أثناء الندوة الصحفية الأخيرة أنهم داروا سلسلة اجتماعات مع السيد الوالي مع السيدة العمدة بل أكثر من ذلك أنتم كتذكروا بأنه السيد الوالي السي مهيدية أول ما جاء من أولى القرارات ديالو رفض يأشر على تعيين على قرار ديال السيدة العمدة بتعيين هذه السيده الموظفه اللي كنتذكروا عليها كمسؤوله على هذيك المديريه هذاك القرار اللي خداه السيد الوالي تبنى على رساله كان وجهها المكتب الجهوي للمهندسين المعماريين فيها مؤاخذات كثيره على السيده فاذا هذه الندوه كون المهندسين المعماريين يخرجوا في الندوه الصحفيه معناتها انه ذاك الشيء وصل لواحد المستوى اللي ما يمكنش يصبروا عليه ويبدو انهم شعروا على حسب ما سمعنا من خلال ما ورد في الندوه الصحفيه انهم ما وصلوش للحلول يعني فعليه ك
كاينه وعود ولكن ما كاينش حلول، ما كاينش وعود. ثانيا بعض الاخوان سامحهم الله كيقول لك بانه انا ما كندافع حتى شي واحد، لكن سماو واحد الرئيس ديال المكتب الجهوي كان ممكن نوافقوهم على انه يمكن تكون عنده طموحات او اجنده شخصيه او شي حاجه لو كان دار الندوه الصحفيه بوحده. بينما لما كنشوفوا هذيك الندوه الصحفيه كنلقاو بانه الرئيس ديال الهيئه وطنيا حاضر، كنلقاو بانه اعضاء المكتب الجهوي ديال الهيئه حاضرين ويوافقون على داكشي اللي كيذكر. معناتها انه اكثر من هادشي، خلي المهندسين المعماريين انتم صحفيين اختاروا اي مواطن في النهار اللي بغيتو الوقت اللي بغيتو، اي مواطن عنده شي غرض في دار الخدمات ولما يدخل ويحط الملفات ديالو ويطلب داكشي اللي كيطلب الى اخره، شوفوا واش تعرض لممارسات معينه ولا لا.